By Dr. Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد من قناة انيمي وورلد. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال دايما ان شاء الله. قبل ما اتكلم على فيديو بتاع النهاردة، هقول كام حاجة مهمة جدا جدا متعلقة بالقناة. في الاول بتأسف عن التأخير، معلش انا كنت مشغول جدا، والناس اللي كانت قريبة مني عارفة ان انا كنت قد ايه مشغول، فانا بكرر اسفي معلش. الحاجة التانية، انا بتكلم بس على كام حاجة. انا بقول لكل كلب والامراض المتوقعة بتاعته. في ناس بتعتبر ده ان انا بكرهك في الحيوان بتاعك، لكن في الواقع ان بحذرك واخليك تاخد احتياطاتك مع كلبك عشان ما تروحش كل يوم والتاني المستشفى وتدفع فلوس كتير، مع الامكان ان انت ممكن تاخد امانك مع كلبك باتباع نظام معين سواء غذائي او غيره، تحمي كلبك من غير ما تدفع فلوس علاج وغيره. وكفاية طبعا العلاج بالبيطري غالي جدا دلوقتي في السوق. بالنسبة لتالت حاجة ودي المهمة، عشان يبقى في مصداقية بيني وبين المتابعين والمشتركين، ان انا بقول مصدر معلوماتي اهو هو شغلي في العيادات، بجيب الامراض كل كلب واسجلها عندي في الدفتر، و يعني ايه اقول لكم المعلومات دي اللي انا يعني اشتغلت عليه. او طبعا الموقع المعروف الاي كي سي، الناس كلها عارفاه طبعا، موقع معروف ومشهور طبعا، مواقع تانية كتير، وزمايلي اللي شغالين في البريدنج بتاع الكلاب واللي شغالين في المزارع وعارفين طبعا الحاجات المسجلة عالميا عن الكلاب وغيرها. الحاجة الاخيرة، اني لو قلت معلومة مش موجودة في كلبك معنى كده ان انا مش غلط، لكن انت اتأقلمت او اقلمت الكلب بتاعك وفرضت عليه طباع غير طباعه المعروفة. زي مثلا في اخ او استاذ فاضل قال لي ان البيتبول طيب، ما بيعملش حاجة، كويس جدا مع الاطفال، ما بيغدرش، مش عنيد، مش ما فيش الكلام. بص يا استاذ، انا بيجيلي في السنة على الاقل 25 حالة عض لاصحاب كلاب البيتبول لاسباب كتيرة جدا ملهاش حصر، يعني منها عدم فرض سيطرة على الكلب بتاعك كده، يعني حاجات زي كده وحاجات تانية ان كتير مش عايزة اخش فيها عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. ببقى عايز ابقى فيه مصداقية بيني وبين المتابعين والمشتركين، وارجو الاحترام ما بيني وبين المشتركين بتوعي، وفي ناس بتأيدني يعني انا بشكرهم جدا جدا. يعني بالنسبة لفيديو النهاردة عن كلب البوينتر، كلب البوينتر كان كلب زمان بيستخدموه في صيد الطيور، يعني هو كان ليه حاجات مميزة ان هو ككلب صيد طيور، منها ان هو بيتخشب لما يشوف طير، بمعنى ان هو لو شاف طير معين او حاجة بتطير، سواء كان طير سواء كانت ورقة سواء كانت اي حاجة بتتحرك قدامه، طارت ما طارتش، بيتخشب زي التمثال وبيرفع سواء رجله اليمين او الشمال لقدام اكنه بيشاور على حاجة. والصور موضحة اللي انا بقول. كلب ده ممكن تدربه بسهولة جدا، ان انت شراسة وطاعة وكل حاجة. السن بتاعه بيتراوح من 12 ل 14 سنة. منشأه انجليزي، ان هو من انجلترا. الوانه منها الاسود وابيض والليموني والبرتقالي. بالنسبة للوزن، الذكر بيوصل وزنه من 18 ل 34 كيلو، والانثى من 16 ل 30 كيلو. بالنسبة للطول 56 ل 70 سنتي في الذكر، وفي الانثى 53 ل 66 سنتي. محتاج منك ساعتين جري. انا برضو في ناس اتكلمت، ازاي يا دكتور ساعتين جري؟ ازاي يعني انا اقعد ساعتين؟ لا بص، انا بتكلم رينج ساعتين، يعني انت مثلا تعبت ساعة، لان في حاجة اسمها ميتابوليزم بتحصل في جسم الحيوان، يعني انت عايز يكسر طاقة عشان او يكسب طاقة عشان يعني يطلع الكبت اللي جواه. على فكرة الحيوانات زيها زي البني ادمين عادي، يعني والله ان احنا بنحتاج ان احنا نفضي شحنات الجسم، وبالتالي احنا بنحتاج ان احنا نشغل الحيوان زينا زيه. لازم ينام على فرشة تكون ما فيهاش رطوبة او مصدر رطوبة.
الاكل اكل بيتي زي ما بنقول، وشرب كميات ميه كبيره. بالنسبه للامراض، امراضه مش كتيره لان ما شفتش في مصر كتير. امراضه امراض عصبيه وفي العين، وفي المجمل انه قليل الامراض. يعني فيديو النهارده كان بيتكلم عن كلب البوينتر، عايز رايكم في فيديو النهارده، ويا ريت تدعم القناه بالاشتراك، وان شاء الله هيبقى في تطوير للقناه في سرد المعلومات والمصداقيه ان شاء الله. يلا، السلام عليكم. By Dr. Muhammad.